اليوم بنعتبره تظاهرة بحثية كبيرة في جميع الجامعات الفلسطينية بتحتضنها جامعة القدس، حيث تم تقديم أكثر من 90 ورقة علمية وبحثية من جميع الجامعات الفلسطينية. على طالب البكالوريوس أن يشعر بأنه أيضا يستطيع أن يكون باحثا في هذا الوطن الذي نسعى دائما أن نعزز فيه البحث العلمي ونعزز فيه أيضا الريادة والإبداع والابتكار. فكرة البحث هو كانت باستخدام لعبة على الكمبيوتر، وكانت لعبة الكمبيوتر بتحدد لنا إذا الناس حسب مستوى السيروتونين عندهم إذا بقدروا يعمموا بشكل طبيعي أو لا، والطلاب كانوا طلاب بكالوريوس من جامعة القدس. إحنا كنا بنعمل بحث على العلاقة ما بين الدوبامين والسيروتونين في الدماغ وتأثيرهم على القدرات الإدراكية وبالتحديد التعلم من الثواب والعقاب عند الناس. جينا على جامعة القدس مشان نكسب الخبرة ونعرف كيف تتم الدراسة الصحيحة، ومشان نطور مستوانا ننتقل لليفل أعلى لمستوى عالي بحيث أنه نصير ننافس الدراسات العليا. هدف من البحث كان حماية الآثار والتراث والحفاظ عليه للأجيال القادمة، وكمان عندنا التمييز بين المصطلحات، في ناس عندها خلط كبير بين المصطلحات الكنوز والدفائن أو الآثار. بالنسبة للمؤتمر هو منظم بشكل كثير حلو وبيعكس طابع التميز اللي هو أهم سمة بتتسم فيها جامعة القدس وطلابها، لهيك أنا جداً سعيدة وجداً فخورة في مشاركتي اليوم.